مشاهدينا من جديد، وقفة رياضية مع زميلنا حازم الغامدي في رياضة التاسعة، ومبروك للهلال والهلاليين. حازم مبروك، يستاهلوا. تفضل. حسم الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد فوزه أمام مستضيفه نادي التعاون بهدف دون رد في المواجهة التي كانت على استاد مدينة الملك عبد الله في القصيم. ونجح الهلال بحسم اللقب قبل ختام المسابقة بجولة وحيدة، حيث حافظ على صدارته بفارق 4 نقاط عن وصيفه نادي الشباب. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 58 نقطة ليتصدر الترتيب ويحسم اللقب، حيث سيتم تتويج الفريق في مواجهته الأخيرة أمام نادي الفيصلي التي ستقام يوم الأحد القادم. ارجع تسديدات.